مبروك أبناء النادي الأهلي، مبروك للنادي الأهلي، فرحة كبيرة بكأس مصر بعد هذا الجهد الكبير. مباراة شاقة، مباراة كبيرة، انتهت الفترة الأولى 26-19 لصالح الأهلي، الفترة الثانية 43-40 لصالح سبورتينج، الفترة الثالثة 59-52 لصالح سبورتينج، الفترة الرابعة 74-74، وانتهت المباراة بعد وقت إضافي شاق جدا 93 الأهلي 84 سبورتينج. مباراة غاية في الروعة، ويمكن أثناء الاستوديو التحليلي ما كان شغال الكابتن طاهر رجب نجم مصر وأحد أساطير كرة السلة، قال إذا كان الفترة الأولى والتانية انتهت 40-43 يبقى المباراة هتنتهي فوق ال 80، وبالفعل 93-84، وادي كأس مصر أمامنا بيستعد ويستعد لمنصة التتويج لتسليمه، وبينتظم كده اللاعبات للتسليم كأس مصر. فرحة كبيرة للحصول على هذا الكأس الجميل، كأس يعبر عن جهد طوال الموسم لجهاز فني ولمجلس إدارة النادي ولكل لاعبات الفريق الاتحاد المصري لكرة السلة. بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، نجمات السلة وملكات السلة هنا حتحوت، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ليلي، تمارا نادر السيد، حبيبة بيكو، يارا أسامة، جايدة خالد، ولا ننسى أبدا ملكة السلة كيلوباترا السلة ثريا، وكل لاعبات السلة في النادي الأهلي هم وراء هذا الفوز الكبير. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة نزلوا لتسليم الميداليات. طبعا لا ننسى ندى نافع اللي هي حاليا في مرحلة الإعداد من الإصابة والتأهيل من الإصابة، ولا إن شاء الله ترجع تنور الملاعب. كأس أفضل لاعبة، رنيم الجداوي، سلم على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وبحضور مهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي. الأهلي بطلا لكأس مصر السيدات للموسم الثاني على التوالي. و لاعبات اليوبلس بيستعد لاستلام ميداليات المركز الثالث. كانت المباراة قبل هذه المباراة اليوبلس والجزيرة، فازت اليوبلس بالمركز الثالث. وأحدث عضوي مجلس إدارة في الاتحاد المصري لكرة السلة بيسلموا الميداليات، كابتن أيمن علي وكابتن محمد إياب محسن، وطبعا كابتن عماد محمود المدير الفني لليوبلس. نقول مبروك اليوبلس المركز الثالث. طبعا اعضاء مجلس اداره الاهلي بيتابعوا كابتن محمد الجارحي وكابتن طارق انديل وكابتن محمد سراج اعضاء مجلس اداره الاهلي.